السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تذكرون في الفيديو اللي تكلمنا فيه عن المحافظة على النباتات في موسم الصيف أو في الجو الحار، اللي قمنا بتقليم هذه النباتات الفلفل وتغطيتها بنوع التور أو قماش التظليل أو أيا كان اسمه، لاحظت شيء أنه بعد فترة بسيطة النباتات كلها الخمسة هذه ماتت. بديت أشوف شنو الموضوع وشنو المشكلة، فحبيت أبين لكم أوضح لكم هذه الموضوع، بس على أساس أنه بعض المزارعين لما تصير عندهم او بعض الهواة لما تصير عندهم هذه المشكلة يظن انه هو سوى شيء غلط. وراح ابين لكم سبب المشكلة، وان في احيانا ظروف ساعات احنا ما ننتبه لها وتكون خارجة عن ارادتنا، او بكل بساطة ما انتبهنا لها. النباتات الثانية اللي عندي اللي هناك الجهة الثانية اللي نفس النوع ما زالت حية وخضرة وفيها فلفل ويعني ما فيها اي مشاكل، فاستغربت ان ليش هذه ماتت وهذيك للحين بصحتها، وراح ابين لكم السبب والمشكله. اذا تذكر لما تكلمنا عن موضوع جهاز التقطير اللي عندي خطر في بالي شيء، وبعدين لما رجعت وفحصت الموضوع تبين لي ان هذه هي فعلا المشكله، فراح اطفي الجهاز واسكر الماي وراح أفصل الجهاز وراح أبين لكم المشكلة. نلاحظ هني في عندي تراكم بسيط من الأملاح، شيء بسيط كلش، ولكن لما فحصت المشكلة في أول مرة القطعة هذه كانت مليانة أملاح، مسدودة كامل بالأملاح، فما كان الماء ينزل في الجهاز أساساً على أساس يوصل حق النباتات ويرويها، فكانت المشكلة أن عندي أملاح عالية في المياه اللي توصلني في البيت. اضطريت أنظف الجهاز مرتين، الحين بدأت تقل كمية الأملاح اللي عندي، والحين بدأ الماء يرجع إلى مستوى الطبيعي. اللي حبيت بس أبين لكم أن أحياناً تحصل عندنا هالأشياء، أن نخسر نباتات، تموت عندنا النباتات، هذا شيء طبيعي وأحياناً خارج عن سيطرتنا أو خارج عن عوامل في يدنا إحنا، فما نتسرع ان نقول والله نبتتي مريضه نبتتي تعبانه راح ارش راح اغذي راح اسمد راح اعالج. في احيانا عوامل ثانيه خارجه عن هذا الاطار، ان التسميد، الافات، الحشرات، الفطريات، خارجه عن هذه الامور. فاحيانا ساعات لازم ننظر للموضوع بشكل اجمالي على اساس نقدر نوصل حق اساس المشكله. فبس هذه بغيت أبينها لكم على أساس أن بالذات الهواة ما نتخوف من يصير هذا الشيء. أحياناً تحصل هذه الأشياء، تحصل هذه المشاكل، لازم نفكر في الأمور بشكل واقعي، ما تكون توقعاتنا غير واقعية أن ما بغي ولا نبتة عندي تموت، هذا شيء غير واقعي، طبيعي أن في نباتات راح تموت لأي سبب كان يعني. فبس مجرد أن حبيت أبين لكم أن ترى الكل يخسر نباتات لسبب ما أو غيره، وهذه حصلت معي أنا الحين بسبب الأملاح اللي عندي في الماء سدت الجهاز وسببت لي هذه المشكلة. فما ننحبط وما نحاول نعالج المشكلة على أساس أنها مشكلة ثانية من تغذية من أسمدة وكذا، فبس على أساس أن نشوف أن الكل تواجه هاي المشاكل، وبالعكس هذه ما يحبطنا، بالعكس نواصل ونستمر، وهذه شيء طبيعي في الزراعة يعني. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو، قد ما يكون تعليمي ولكن مجرد أن أحاول أن أساعد الكل أن توقعاته تكون واقعية. فإذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار بخصوص هذا الموضوع أو أي موضوع ثاني ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. في أمان الله.